السلام عليكم ورحمة الله. كلية الطب البيطري جامعة بنها، بدأت معاكم في علم الحشرات وبدأنا في أوردر ديبترا. وديبترا يعني إيه يا شباب؟ دا يعني اتنين، وبترا يعني الحشرات الثنائية الأجنحة. وبدأنا بالسب أوردر سايكلورافا آخر واحد، ده اللي هو الذباب وإخواته، سب أوردر سايكلورافا، وخلصنا كله. ده أكبر جزء في الإنمولوجي. بقالنا السب اوردر نيماتوسرا وسب اوردر براتشيسرا. النيماتوسرا اللي هي البعوض واخواته، والسب اوردر براتشيسرا يعني دي حاجه كده بين ادي الموسكيدو، جمعها موسكيدوس بالاي اس. اللايف سايكل بتاعتها واحده، ادي الادلت موسكيدو، ما اسمهاش فلاي، اسمها سودو فلاي، لكن ما نقدرش نقول على الموسكيتو ان هي فلاي. بتحط الاكس، تحطه في الميه، وبعدين بيحصل لها هاتشنج، تطلع لارفا 1 2 3 4. هنا في بقى 4 لارفال ستيجز، مش 3 زي الفلايز. بعد كده تتحول الى البيوبا، وبعد كده تخرج منها الحشره الكامله. وخروج الحشره الكامله احنا قلنا كان اسمه ايه؟ برافو، اسمه adult emergence او adult occlusion. طيب في عندنا ثلاث انواع كبار من البعوض. ادي الانوفلس، طبعا ده كلكم درستوها، اللي هي بتنقل الملاريا. والنوعين التانيين اللي هما الايديز والكيولاكس. فالانوفلس بتحط الايدز بتاعتها، بتبقى بالمنظر ده، بتبقى سنجلي وليها فلوت كده، بتعوم على سطح الميه. الايديز بتحطه برضو سنجلي، ومش شرط تحطه على الميه، بس ممكن تحطه في مكان رطب جنب الميه، في ماد مثلا، او مكان هيجيله ميه، هيجيله مطر، هيجيله ميه. الكيولكس دي لازم ميه، وبتحطه في ايج رافت، في باتش كده من الايجز، عامله زي المركبه كده، اسمها ايج رافت. الانوفلس اللارفي بتاعتها لما بيحصل لها هاتشنج، بتبقى موازية لسطح المية، مستواها موازي لسطح المية. هي طبعا بتنزل تاكل وكده، وبعد تطلع تتنفس الهواء الاكسجين الخارجي، وبتبقى موازية لسطح المية. الايديز والكيولكس بيبقوا العكس، بتبقى اللارفا بتاعتهم بتبقى عاملة زاوية 45 على سطح المية. وادي الكيوبي. بعد كده الادلت ستيج، الادلت انوفلس على عكس اللارفي. اللارفي كانت موازيه للسطح، انما الانوفلس بتبقى واقفه لما بتيجي تتغذى، بتبقى واقفه بزاويه 45 على السطح. العكس هنا برضو في الايديز والكيولكس. هنا شايفين الادلت الابدومن بتاعتها والثوراكس اهو كده بيبقى ستريت على السطح، لكن اللارفي بتبقى واقفه بزاويه 45. ايه اهميه الموسكيتوز؟ اهميتها اولا في البينفول بايت بتاعتها، والرياكشن والديسكمفورت، لوس اوف سليب، ويكنس، سواء الانسان او الحيوان. كمان هي انترميديت هوست وفيكتور لسيفرال باراسيتيك ديزيزز وفيرال ديزيز. الانوفلس اول واحده فيهم. اللايف سايكل من الايج للادلت ستيج بتاخد من 6 الى 10 ايام. البايتنج ريزم، مهم نعرف البايتنج ريزم بتاعها، ان هي بتمص الدم بالليل. على فكره مش كل انواع ناموس بتمص الدم بالليل، معظمها بتمص بالليل لكن مش كلها. بايت ات نايت، ريست اندور واوت دور على حسب السبيسيز، وبريفير دارك كلر، الناس اللي لابسين غامق او بشرتهم لونها غامق. والفيميل اللي هي اخذت 1 بلود ميل ممكن بتحط من 50 ل 150 ايجز. والانوفلس دي ناموسه كده بنت ناس، يعني عايزه ميه نظيفه، ميه مش ملوثه عشان تبيض فيها. فطبعا عشان كده الانوفلس مش موجوده عندنا في مصر، قليل قوي لما بتظهر، واول ما بتظهر بقر على طول وزاره الصحه بتقضي عليها. فبتحب هي ميه unpolluted. الانوفلس بتنقل ايه؟ بتنقل الملاريا اوف مان اللي هي بتسببها البلازموديوم سبيسيز، والفيلاريا اوف دوك اللي هي
الهارت ورم بتاعت الدوج اللي هي بتسببها الدايروفيلاريا ايميتس، والاكواين انسيفالومايلايتس اللي هو البنزويلان تايب، والانفكشس جونز، والفاول سبايروكيتس، وكمان بتنقل الفيلاريا اوف مان اللي هي الاوستيريا بانكرافتي وفيروسز. لو حاجه غريبه قوي انه الناس اللي عندها مالاريا بيجي لها برين تيومر، دي ملاحظة لاحظوها، لأنه suggesting يعني أن الأنوفيلس might transmit a virus or other agent that could cause a brain tumor. طيب في الكيوليكس بقى دي بتبقى nocturnal، يعني nocturnal يعني active during night، وأدي الRV بتاعتها هي موازية للسطح. بتنقل ايه؟ بتنقل الملاريا of birds اللي هي البلازموديوم بتاعت البيردز، الفيلاريا of man والشريرية بانكرافتي، الفيلاريا of dog دايروفيلاريا مايتس بايروكيتس، الافريكان هورس سيكنس، البي انسيفالايتس اللي هو الجابانيز بي انسيفالايتس، والويست نايل فيروس والافيان باكس. اللايف سايكل بتاعتها بتبقى برضو من 6 ل 10 ايام، وزي ما قلنا بتحط ايج رافت. الاول الكيوليكس بتحب الايه، بتحب الميه الملوثه، عشان كده هي عندنا كتيره. يعني الايديز بتبقى دايورنال يعني اكتيف دورينج ذا داي، الله ادي ناموسه اهي بتمص الدم بالنهار، وبتبقى كمان كريباسكولار يعني في الفجريه كده، بيبقى عليها وايت وبلاك ماركينجز، شايفين زخرفه كده ابيض في اسود. بتحط الايدز بتاعتها سنجلي على المية او على المد او على السويل، بس المهم ان هي هيجي لها مية، هيجي لها فلود بعد شوية. الايديز ايجيبتاي كمان هي بنسميها التري هول موسكيتوز، اللي هي اللي بتبقى الفتحات او اي حفرة في جذع الشجر ممكن تتكاثر فيها، وهي كمان سمول كونتينر موسكيتوز، الاواني، اي تجمع مية في اي حاجة عندنا، في اي كراكيب نزل عليها مطر بتيجي فيها. البايتنج ريذم بتاع الايديز ايجيبتاي هي بتبقى اكتف افتر سان رايز وبيفور سان سيت، بريفير دارك كلرز يعني بتحب الاسود بتحب الاحمر، بتبقى ما هيش بتطير بكفاءه عاليه، شورت ديستانس من 50 متر، بايت ريدي اوت دورز ات all hours of the day. But in here برضو it is not uncommon for them to enter homes and feed on humans. وال Aedes aegypti هي مش عندنا لانه هي عايزة رطوبة عالية، هي كانت موجودة في مصر لغاية الستينات، بعد كده اختفت والحمد لله ان هي اختفت، لان هي حشرة خطيرة جدا بتنقل امراض كتيرة زي دينجي فيفر واليلو فيفر والزيكا فيروس اللي هو اخر حاجه. يعني بتنقل ايه بقى؟ الايديز الملاريا اوف بيردز، فيلاريا اوف مان، فيلاريا اوف دوجز، بايروكيتس اوف بولتري، ريفت فالي فيفر، الاكواين سيفالايتس، مشهوره قوي باليالو فيفر والدنجي فيفر والزيكا فيروس والويست نايل. طيب خلصنا كده الموسكيتوز، ناخد الفاميلي الثانيه اللي هي سيراتو بيجانادي. سيراتو بيجانادي البايتنج ميدجز او نات، او اسمها برضو نو سيامز، نو سيامز عشان هي حشره صغيره قوي زي الهموشه كده يعني، بتبقى اسمها الكيولي كويدس، كيولي كويدس سبيسيز، بتبقى 1 ل 3 ملم لونج. الماوث بارس بتاعها ادابتد فور ساكينج. طبعا احنا كل نيماتوسرا، كل نيماتوسرا الفيميل بس هي اللي بتمص الدم، لكن الميلز ما بتمصش دم. Only females are blood suckers. الwing venation بتاعتها بتبقى very characteristic ويبقى spotted عليها spots. بقيت المورفولوجي بقى تشوفوه في العملي. والثوراكس بيعمل hump كده over the head، عامل arch كده. اللايف سايكل بتاعت النوسيامز او الكيوليكويدس بيبقى ادي الفيميل laying eggs، تحطوا singly يا اما singly or in a mass on the surface of vegetation or at the margins of a collection of water.
يعني مش بتحطه مباشرة في المية، هي بتحطه حاجة قريبة من المية على الزرع أو على ستون أو أي حاجة قريبة منها. لما بيحصل هاتشنج الإيجز اللارفي بتنزل في المية. أدي كام لارفال ستيج؟ واحد اتنين تلاتة أربعة زي الموسكيتوس، فور لارفال ستيجز. كل لايف سايكل بتاعتها بتاخد من 10 ل 12 شهر على بال ما يطلع جيل جديد. ادي الكيولي كويلز. كمان بتمص الدم بالنهار، داي تايم فيدر، يبقى كان اسمها ايه؟ دايورنال. دايورنال بالذات البيك اكتيفيتي بتاعتها عند السن ست. ادي اللسعة بتاعة الكيولي كويلز، هي صحيح صغيرة بس بتلسع جدا وبتأذي جدا، بتسبب انفلاماتوري الرجيك درماتيتس او هايبر سنسيتيفيتي رياكشنز. سك بلود اوف مان انيمالز، ما بتقولش، بتسبب جريت انويانس، وكمان بتبقى عددها كبيره، يعني بتبقى باعداد كبيره مش باعداد. الكيولي كويلز برضو بتنقل اليوكوسايتوزون سبيسيز والهيموبروتيس سبيسيز، دي بروتوزوا بتاعت البيرز، والديبتالونيما سبيسيز والأونكوسيركا سبيسيز. كمان بتنقل فيروسز زي البلو تانج فيروس، مشهورة قوي بالبلو تانج فيروس وشمالنبرغ فيروس والساوث أفريكان هورس سيكنس، وكمان بتنقل المالسونيلا والبلازموديوم والبوفاين افيمرال فيفر وابيزوتيك هيموراجيك ديزيز. دي مصيادة بيعملوها عشان تصطاد الكيولي كويس.